السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز وأخيرا شباب الموسم الأول. نتطرق من إيه فوتبول ودي صور لملخص الموسم، ولكن في الأول في الفيديو شباب نتعرف على كل شيء. أول زي ما شايفين هنا دوسنا على تفاصيل، بقول إنه أخيرا الموسم الأول انطلق، وهنا مدة الموسم زي ما شايفين تنتهي في الشهر القادم اللي هو يوم 19. هنا الفعاليات المجدولة اللي هي الدوري الإيطالي والدوري الأمريكي والفعاليات الحالية، ولكن شباب تعال نتعرف على كل ده داخل اللعب. أولا زي ما شايفين هذه لفتات جديدة ضافت فتح الحاولة وسوزن وان، زي ما شايفين هنا الدوري وفين الدوري الايطالي، وهنا الورلد كلاب والماجيك مومنت ستار والماجيك برضو مومنت ستار، هنا الاساطير طبعا دول اللي هيستمروا معنا الاسبوع يا شباب. طيب خلينا نفتح البريد الورد ونشوف الحاجات اللي هي جت لنا. هنا بدا شراء وانفاق وعملات اي فوتبول، ده زي ما انتم شايفين اول شيء. ثاني شيء بنستلم المكافئات اللي جت لنا، برضو اعتذار من الاداره لان اوقات الصيانه اتمددت للاسف. هنا مكافئه تسجيل الدخول اللي هي عقد الترشيح زي ما انتم شايفين، وهنا مكافئات جي بي هسلوها مع بعض الشباب. طيب في البداية شباب خلينا ندخل لي فريق الأحلام ونشوفه هل دوري الإي فوتبول فتح ولا لا. طيب زي ما انتم شايفين شباب دوري الإي فوتبول فتح أخيرا، ندوس شباب على دوري الإي فوتبول. طيب شباب من هنا ندوس إلى المباراة اللي عاوز تلعب مباريات، وهجيب لك لاعبين من نفس تصنيفك. من هنا تقريبا زي ما انت شايف التصنيف، لو دوست على طبعا لسه ما لعبتش ولا مباراة، فهنا تصنيف اللاعبين من أعلى واحد في اللعبة وهكذا، وهنا سجل المباراة آخر مباراة عندك هل تعادل أو فوز، ومن فوق المكافآت زي ما انتم شايفين مكافآت الرحلة. طيب شباب خلينا نطلع نشوف كمان إيه اللي اتفتح معانا او ايه الحاجات اللي اتضافت برضو. فنروح على العقد برضو شباب، قائمة اللاعبين المميزين برضو اتفتحت اهي. هنا شباب لازم تشتري عملات عشان تفتح اللي انتوا شايفينه ده، هنا مثلا لاعبين من الياباني وهنا الامريكي. طبعا هنا الاساطير يا شباب اللي هو 100 عملة زي ما انتوا شايفين عملات اي فوتبول. طبعا انا مش معايا عملات فاكيد مش هيدخل او مش هيشتري مش هيتعاقد، زي ما انتوا شايفين تشافي اوبلا لعيبة كتار يا شباب، جوارديولا برضو اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا كل ما تروح لبعيد معاك 150 لاعب، كل ما تروح لورا اللاعبين بتقل زي ما انتم شايفين. لو ضغطت على اللاعب شباب بس تدوس على جوارديولا، هنا طبعا احصائيات اللاعب الطول والوزن وكل الكلام، هنا مثلا الدوله وبيلعب في انهي نادي والعمر وهكذا. طيب برضه المفروض انه متجر اي فوتبول يكون فتح، فنشوف يا شباب اسعار العملات. اسعار العملات زي ما انتم شايفين انه 100 من عملات اي فوتبول بدولار واحد، وهنا 500 ب 5 دولار، بس هيديك كمان 15 عمله مجانيين، و 505 من العملات بسعر 5 دولار، ولكن هيديك عليهم 15 مجانيين، كده الاجمالي 520 يا شباب من عملات اي فوتبول ب 5 دولار. طبعا هنا زي ما انتم شايفين 12000 بسعر 100 دولار، هيديك 9900 بالمدفوع اللي هو ب 100 دولار، وهيديك عليهم 2100، وبكده هيبقى معاك 12000 بسعر 100 دولار يا شباب. طيب ندوس تفاصيل، زي ما انتم شايفين بيقولوا انه اولا ستضيف فيك عملات اي فوتبول المجانيه. طبعا لو دوست تعليمات الاستخدام عمليه الشراء هتتم معاك، يعني تدوس اكس او زرار اللي بيباصي وهيبدا معاك اجراءات الدفع. طبعا زي ما شفنا بعملات اي فوتبول تقدر تشتري الاساطير اللي هو ب 100. طيب شباب نروح نشوف الاوف لاين، نشوف هل في فرق اتضافت ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين هم التسع فرق. طيب خلينا نتعرف على الفعاليات. هنا الدوري الايطالي ندوس دخول مع بعض. هنا فرق الدوري الايطالي زي ما انتم شايفين كلهم نجمه ونجمتين، مش عارف بصراحه ابدا مين فيهم مين اقوى فرقه، لكن اشوف مين الاكثر يا شباب من النجوم. هنا نجمتين، هنا برضه نجمه نجمتين. هنا شباب ده اختار ده وخلاص شباب، هو ده اعلى واحد فيهم تقريبا، ندوس الشباب على دخول. طبعا هنا اول تحدي هو ان انا اسجل هدف. طيب نشوف المكافآت بتاعته، ندوس على طول يا شباب. حقق نقطة واحدة بس الشباب، المكافآت تاخد 2000 من الجي بي، وبرنامج تدريب اللي هو 1000 اللي بتطور باللاعبين. طيب كمان فعالية الدوري الامريكي يا شباب ندوس عليها، حقق برضو واحدة من النقاط، والمكافآت هي اللي انا قلته من دلوقتي. طيب شباب نروح لفعالية الدوري الاسباني، زي ما انتم شايفين ندوس برضو دخول. طبعا هنا زي ما انتم شايفين برشلونة وريال مدريد، اختار مدريد. المهم برضو هي لا، هنا المكافآت مختلفة في الدوري الاسباني شباب، بتاخد 10000 من الجي بي. كون من هنا اقدر استغنى عن اللاعبين، زي ما انتم شايفين بتدوس على اللاعب وتدوس على امر اللاعب اللي هو اكس، وبتدوس تنزل اخر واحده استغناء وتدوس استغناء وكده اللاعب راح. لكن ملاحظه لازم ان كل اللاعب ده مش مسجل عندك، ولكن لو اخترت واحد عنده علامه صح ورحت استغنى عنه مش هيرضى يستغنى لانه هو مسجل في فريق، فلازم اللاعب ده ما يكونش مسجل في الفريق عشان تقدر تستغنى عنه. طيب شباب ده هو كان كل شيء بخصوص الموسم 1. من كل فيديو عجبكم شكرا للمشاهده، وكان معكم معتز والسلام.